لو الحكاية فيها إن فيتو تبلغ سنوياً 2 مليون، بلد تصبح الآن 100 مليون، 2 مليون أنت تحتاج إلى معدل نمو يزيد عن 7.5%، وليس باستطاعتنا الأوضاع الاقتصادية صعبة بإمكاننا أن نصل إلى 5.2 في معدل النمو، وهي أمور بالتأكيد تصيب الاقتصاد بأوضاع صعبة. بكل ذلك بالفعل أجدد دعوتي بأن الإعلام والتشريع والوعي الجمعي الذي يجب أن يسود المجتمع بأدوات وآليات مهمة جدا لوضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت إلى حد كبير في المجتمع المصري. شكرا لكم والسلام عليكم.